نحييكم الأخوة المشاهدين من جديد في برنامجكم برنامج وسم، ويا هلا ويا مية مرحبا. وهذا الكلام أقوله بلساني ولسان أبو عبد الله العزيز الغالي. أحسنت. ونسعد لما نجلس مع أبو عبد الله، مستفيد صراحة وتعلم شيء كثير. الله يرضى عليك. الجلسة مع أبو عبد الله تعتبر يعني منتدى ثقافي. أحسنت. منتدى أدبي. الله يرضى عليك. الله يكثر من طيبك طال عمرك. الله يحفظك. شلونك أبو عبد الله؟ الحمد لله. طمنا عنك. خير ونعمة. الأمور كلها تمام إن شاء الله. اللهم لك الحمد. أسعد إن شاء الله. احنا اليوم ابو عبد الله اعتقد انك جايب لنا يعني حزمه امثال. اي نعم. جميله. ونبيك يعني تتفضل. الله يرضى عليك. اول شيء ارحب في الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، اهلا وسهلا بكم، وارحب فيك خصك بالترحيب اخوي ابو مطلق. الله يبتيك. وانا ايضا ابادلك الشعور، يعني اشعر بسعاده وارتياح وانا اتحاور معك. الله يجزاك. واتداول هذه الموضوعات، ويعني تثريني في الحقيقه بمجموعه من القصائد بالذات الصفحة الشعبية اللي أنا في الحقيقة ما عندي دراية كبيرة فيها، فلما أستمع منك يعني أتلذذ فيها وتكشف لي غوامضها، فأشكرك في الحقيقة على يعني على هذه المواقف والموضوعات الجميلة. كمل بعضنا يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك. إحنا كان من ضمن الأشياء اللي إحنا قبل لا نبدي أول حلقة أنا معك يعني تحاورنا فيها، ويعني أيضا اتفقنا على أن احنا نوليها عناية واهتمام، هي موضوع الحكم والأمثال وما لها من أثر كبير جدا، خصوصا أنها مخاض تجربة إنسانية، سواء كان حكم كويتية يعني أو أمثال كويتية وهي جميلة. اليوم أنا عندي مزيج من هذه الحكم والأمثال، مزيج من مثل ما تفضلت أنت حزمة، قلت يعني نعم. يعني تعبير جميل. مزيج من الأمثال الكويتية وأيضا العربية اللي في الفصيح اللي تكلمت عن غرض من الأغراض الخطيرة والمهمة اللي أيضا احنا المفروض ان احنا نوليها عناية واهتمام، وهو موضوع الحكم. هذه كلها تنصب في معنى، وهذا المعنى هو الخلاف أو الجدال. من سمات الكائن البشري أنه يتداول الأفكار، وتداول الأفكار جزء من آلياته اللي تنميه هي قصة الخلاف. يعني ليس بالضرورة أن أنا معاك أخوي أبو مطلق نكون متفقين على قضية معينة، صح؟ يعني ممكن تناول ما أدري شنو ممكن تناول، لكن ممكن تناول أي موضوع ونفكر في حلول له، فأنت تشوف الحل لهذه المشكلة الحل الفلاني، أنا أشوف حل آخر تماماً، فعادي أن احنا نختلف. مشكلة الخلاف في بعض الأحيان لما يصير فيه تصادم وتصير فيه كراهية ويصير فيه نميمة ويصير فيه تصادم، هذه مشكلة الخلاف. حقد تدخل. إيه نعم، وحقد مثل ما تفضلت، وكراهية، لما يفضي الخلاف إلى الكراهية فهذه دلالة غير صحية. لكن لما يصير فيه تنوع وإثراء بالعكس، الخلاف هني من أروع ما يكون، قاعد يؤدي دوره. وهذه يمكن من ميزات المجتمعات الناجحة إنها تعرف كيف توظف الخلاف. الله. ومن الأشياء الجميلة في المجتمع الكويتي إن فيها ديمقراطية، فيها شورى، فيها تنوع، فيها أطياف، فيها أطياف، في ناس قبليين وفي ناس حضريين وفي ناس يعني أصولهم عربية وفي ناس أصولهم أعجمية، يعني تنوع. وحتى على مستوى العقائد والديانات وما إلى مزيج ذلك، مزيج يعني مزيج مميز. مميز في الحقيقة. وطول عمر الكويت الحمد لله كان فيها وجود هذا التنوع، ويختلفون على فكرة ويتناقشون ويتحاورون، وهذه مظهر صحي في الحقيقة، ما هو مظهر مرضي. صحيح في بعض الأحيان ينتقل إلى صورة مرضية، لكن الحمد لله المجتمع الكويتي عارف كيف يمتص هذه الحالة المرضية ويعالجها ويرد إلى حالة التوافق من جديد. وهذا أي مجتمع صحيح سليم صحي يعني تصير في هذا الحدث. حديثي عن موضوع الحكم والأمثال في هذا الموضوع، يقولون الكويتيين من جاد القاتل. الله. ويقولون الكويتيين أيضا عداك من لاحاك، عداك من لاحاك. فهم يتكلمون عن الصورة السيئة للخلاف، لما يصير الجدال يصل إلى درجة القتال. وياما إحنا عرفنا
تجمعات دواوين عندنا بالكويت تنفض هذه الدواوين وتتسكر بيبانها بسبب خلاف نشب ما بين اثنين وصلت إلى مد الأيدي. يعني احنا سمعنا وشفنا هذا الشيء وفي بدايته يكون حوار الله. وانا من ذكرياتي في الحقيقه وانا صغير ان اثنين تحاوروا على على موضوع على منتج واحد كان يبيع تمر او شيء في وقت من الاوقات فواحد سال عن نوع التمر فاجاب اللي التاجر هذا فالشخص الاخر بدا يتهكم على نوع التمر اللي كان يبيعه ودب بينهم خلاف وصارت يعني مشهد مؤثر. الخلاف أدى إلى هذه النتيجة. خلاف على موضوع تافه ترى يعني ما هو موضوع مهم جدا. ومثل هذا الشيء بين آونة وأخرى نشوف مثل هذه الخلافات والإشكالات التي تقطع الأواصر فيما بعد. علشان كذي جاءت هذه الأمثال لتعالج هذه المسألة. الأمثال هذه أبو عبد الله مطلوب منك تقولها مرة ثانية. أي نعم. عشان نستمتع فيها ونفصل فيها أكثر. أي نعم. ولكن بعد هذا الفاصل القصير نعاود إن شاء الله لكم مشاهدين الحديث عن هذا. إن شاء الله. عدنا لكم الأخوة المشاهدين وما زال حديث عن الأمثال والحكم اللي جمعها لنا اليوم أبو عبد الله. أي نعم. وحديثنا عنها ما زال متواصل وعن صراحة ذوق الحوار وذوق يعني الاختلاف. يعني حنا أبو عبد الله نسمع دائما يقولون يعني أدب الاختلاف. الله. يعني ترى أحيانا الأدب مو بس إذا واحد تحبه ويحبك وفاهمين. نعم. ترى حتى إذا أنتم مختلفين ترى فيه أدب. أي نعم. مو معناته إني أنا أفترسك ولا أخطي عليك ولا أجور عليك ولا أظلمك ولا أكرهك. يعني ما له علاقه. يعني مثل ما قلنا مره يعني ان انا ممكن اكون يعني مثلا ما احب شيء من الناس لازم اكون منصف. صحيح. يعني مو معقوله واحد يعني كريم انا ما احبه اقول بخيل. اي والله هو كريم. مو اي والله صحيح. فسمعنا يا ابو الله يرضى عليك. احسنت اخوي ابو مطلق واضافه جميله صراحه. احيانا يصل الخلاف يعني او الجدال مع الطرف الاخر الى درجه المماراه. يصير فيه مماراه. والمماراه شنو؟ لما يكون الحق واضح سواء معي او معك. نعم. لكن الطرف اللي اتضح له الحق يظل على متصلب الله. في رايه ومتشدد فيه ويحاول اقناع الطرف الاخر على الرغم من قناعته بان اللي عنده مو صحيح والحق موجود عند الطرف الله. الاخر. هذه يسمونها مماراه. هذه مماراه في اللغه العربيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني احد الناس اللي يعرفهم وهو السائب ابن أبي السائب. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل شخصية من الشخصيات الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني عليه بفضيلة من فضائله. كان من ضمن الفضائل اللي مدح فيها هذا الرجل الصحابي الجليل قال هذا شريكي الذي لا يشاري ولا يماري. فمن ميزاته أنه ما يماري. يعني إذا اتضح له الحق خلاص بس نمشي على الطريق المشتركة الموحدة. وأيضا أحد الشعراء وهو أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت مات مشركا لكن في الحقيقة هو تأثر بالإسلام وتأثر بالديانات السالفة السابقة وكتب قصائد يتحدث فيها عن اليوم الآخر يتحدث فيها عن بعض المعاني اللي بعدين جاء الإسلام وأكدها. ليش وهو أتى بمثل هذه المعاني؟ لأنه تأثر بالثقافات والديانات السماوية السابقة. فانعكس هذه انعكست هذه الثقافة الثراء في الثقافة في شعره. هذا الشاعر لم يسلم بسبب أنه كان هو يظن أنه هو أيضا مؤهل أنه يكون نبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غار من النبي صلى الله عليه وسلم وأبى الدخول في الإسلام. لكن على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب شعره. مرة كان مع واحد من الصحابة فقال هل لديك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فقال نعم. فكر عليه أبيات حتى بلغت 100 بيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. يعني كاد أن يسلم يعني أسلم شعره وكفر قلبه والعياذ بالله. فأمية بن أبي الصلت كان عنده ولد والولد هذا عاق. ف قال في 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 الحديث عن هذا الموقف من العقوق من ولده قال غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل. يعني أنا ما قصرت عليك بشيء
غذيتك وعطيتك، غذيتك وانت ياهل ما تقدر تاكل وتشرب، ولما كبرت عيلتك، فوق هذا تعقني. فكان من صور العقوق اللي ذكرها أمية بن أبي الصلت، قال تراه، شوف يصف مزاجه والحدة والعنف والجفاء اللي عند هذا الولد، فيقول تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. يعني كأنه موكل أنه يرد على كل واحد يقول صواب، وهو قال صواب بعد ايش حقه ترد عليه؟ وش حد يعني ليش تصل الى هذا المستوى من رد الحق؟ فهذا طبعا يعني ما قاله بيت من ابيات الحكمه التي تعبر عن مزاج الانسان لما يصل الى هذا المستوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. الجدل من جذور الضلال فيما بعد. شوف، وهذا تحذير نبوي عظيم جدا لعلمه ودرايته بمآلات الأمم السالفة لما اختلفوا مع أنبيائهم، لما رأوا الحق واضح أمامهم الله. على الرغم من ذلك اختلفوا معهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للبيان فضيلة الإنسان السمح في معاطاة الأفكار والحوار مع الآخر، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة أو أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. شوف، وإن كان محقا، لكن حس أن الحوار قاعد يصل إلى طرق مسدودة فآثر السكوت، ترك المراء على الرغم من أنه هو يعلم بأن معاه الحق. الله. هو يعلم بأن معاه الحق، لكن يعني. وأيضا الإمام مالك من خلال التجربة، يعني طبعا العلماء في السابق وأئمة المذاهب يعني خاضوا غمرات المناظرات والأفكار وتنقيح الآراء وإلى آخره، وكان معاهم ناس يختلفون معاهم طبعا بطبيعة الحال، فوصل إلى نتيجة إلى أن قول الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام يعني الشهير المعروف اللي عرف يقولون عنه لا يفتى ومالك في المدينة، فهو يقول من تجربته، يقول المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن. يورث الضغائن. فبالتالي يعني أنا حبيت أني من خلال إطلالتنا ومساحتنا المتاحة أني أتكلم عن هذا الموضوع، لأن مهم جدا، والحمد لله أن عندنا عدد موروث جميل سواء كان في اللهجة الكويتية، وقبل ذلك طبعا في الشعر الفصيح، وقبل ذلك في نصوص الإسلام العظيمة التي تؤكد على أهمية إدارة الخلاف بأسلوب سليم لا يورث الضغائن في القلوب. نعم. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله. الله يحفظك. وأنا أختم حلقتنا في مثل كنت أسمع بعد من الأولين قبل يقولون، يعني يقول يعني واحد يقول واحد هو مثل قال لا وقني ولا وك. قال فارقني وفارق. الله. لا وقني بمعنى جادني. أي نعم. يعني ما تقول جادني وجادك، قال فارقني وفارق. أيوة. يعني شنو نبي بعضنا إذا راح نعيش بعلاقة جدل. أي نعم أي نعم. صحيح. فالله يجزاك خير يا أبو عبد الله على التنبيه والتنويب، هذه أمثال الحكم اللي تصب في موضوع صراحة قيم. أي نعم. وبإذن الله نلتقي إن شاء الله. إن شاء الله. إخواننا المشاهدين في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.